السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من قناة كلامكم. اليوم موضوعنا موضوع حادث ومهم للغاية. قبل لا نقول لكم الموضوع، لا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. زين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم سيد محمد. ما عندي أي موضوع ولا هدف، بس بغيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ياكم سيد محمد. ما عندي أي موضوع ولا أي هدف، بس بغيت أسولف وياكم. حطوا اشتراك ولايك بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الآيباد. اليوم حلقتنا تتكلم عن حلم اليوتيوبر. خلنا نشوف أحبابنا الصغار وش حلمهم في اليوتيوب. تعالوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عرفنا عن اسمه. يوسف ميرزا يوسف. يوسف ميرزا يوسف. وكم عمرك هو؟ أي صف أنت؟ أنا عمري 12 سنة وصف السادس. صف السادس. عليكم السلام. اسمي قاسم ميرزا يوسف وأنا في الصف الخامس. عمري 10 سنوات. عمرك 10 سنوات. اسمي نميمزة، عمري 7 ثاني. زين حسين حسين هاشم. سيد حسين السيد هاشم في الروضة. تحب الروضة؟ واجد لو شوي؟ واجد. عليكم السلام. سيد مجتبى حيدر برامي، 15 سنة. عليكم السلام ورحمة. سيد محمد مهدي السيد عادل السيد علي، عمره 14 سنة. مدام عمرك 10 سنوات، يعني صار عندك تلفون أو آيباد وتتابع اليوتيوب. إيه. وش يعني لك اليوتيوب؟ برنامج تطالع فيه فيديوهات وتحط لايك واشتراك، تتعلم منه أشياء. يعني يحطون لايكات واشتراكات تتعلم منهم. إيه. جيل الآيباد تحس يعلمك أشياء. إيه. وش تعلمك من جيل الآيباد؟ أشياء مفيدة، عندهم أحداث حلوة وأشياء تعليمية. مدام أشياء تعليمية، يعني البرنامج يستاهل لايك واشتراك في القناة وتفعيل جرس تنبيهات ليصلهم جديدنا. الروضة يشغلون لكم اليوتيوب. وش يشغلون لكم في اليوتيوب؟ حكاية سلمان. حكاية سلمان. اليوتيوب شيء نطالع فيه مثلا علوم، حلو. رياضيات، رسم. أطالع فيه مواد تعليمية. برنامج نستمتع فيه. تستمتع في أشياء مفيدة بعد. يعني وش الأشياء المفيدة اللي تتابعها؟ رياضة، قرآن، بث الماتم مثلا. اليوتيوب هو برنامج أتابع فيه فيديوهات عشان الترفيه أو عشان أتعلم. يعني 2 في 1، اليوتيوب خليك تستانس وتتعلم. برنامج أطالع فيه مسلسلات يوتيوبر أشياء كذي. من اليوتيوبر اللي تتابعهم في اليوتيوب؟ أغلب شيء طارق قصص وألعاب. جيب طارق القصص. كان يا مكان في قديم الزمان، كان سيد محمد فاتح قناة يوتيوب وكان يجيب فيها قصص، وجاب قصة ثلاجة الموتى وجاب قصة أسمع بكاء أطفال، وكنت تذهب أصلي صلاة الفجر. هل هذا صحيح اللي وصلتنا الأخبار؟ إيه. سبب دخولك مجال طرح القصص؟ كنت في الصف قاعد أقول قصة لربعي، كانت قصة رعب، يعني جاي في بالي قصة وكنت أقولها، بديت أقولها شوي شوي، قلت قصة قصتين كانت في حصة فراغ، بعدين يعني عقب ما كملت أن كل ربعي يشجعوني ترى أنت تعرف تقول قصة وتدخلنا جو في القصة وكذي، قالوا لي بد يعني هذا، نزلت كذي 4 مقاطع ووقف. أنا أمبوي ما أصير مشهور، يعني أوصل 500 ألف مشترك مثلاً. تبغى توصل 500 ألف مشترك؟ يعني عندك قناة في اليوتيوب؟ إيه. عرفنا عليها. قناتي قناة ألعاب اسمها قاسم أم. قاسم أم، حلو. أنزل فيها ألعاب منوعة بعد مثل ماينكرافت وسوبر بير أدفنتشر. قناة ترفيهية يعني؟ إيه. عندك قناة؟ ايه. عرفنا عنها. يويو اي ار 200. القناة بنزل فيها فيديوهات متنوعة، لا مرات انزل فيديوهات تعليمية، مرات العاب،
يعني عشان أعلم الناس وفي نفس الوقت أرفه عنهم، يعني مال الاستمتاع معنا. وش تتابع في اليوتيوب؟ اللي هو الرسم بس؟ مو بس الرسم، يوليو إي آر، قاسم أم، مرمود. هذا لين منهم اللي تعددهم؟ قاسم، ميرزا، يوسف، ميرزا، مجتبى. إخوانك؟ بس يوسف قاسم إخواني، أما مجتبى يصير لي. يصير لك. زين إخوانك عندهم قناة، أنت عندك قناة؟ إيه. وش اسمها؟ علي علوي. علي علوي. وش تنزل في القناة؟ ألعاب. مثل وش الألعاب؟ ماينكرافت، روبلوكس، دبدوب. السلام عليكم، مش أخباركم ياكم؟ علي علوي مقطع جديد من لعبة بلوك مانجو. حتى مخرجنا يتابعك يا علي. أتابع مثلاً قناة عشان أتعلم فيها الرياضيات، وأتعلم رسم بعد من اليوتيوب، أرسم رسمات عشان أنزلهم في الإنستغرام. أتابع قنوات متنوعة، يعني مو مشترك فيهم. من المشاهير اللي تتابعهم؟ مشاهير سيد عرب جيمز نتورك. عندك حلم تصير يوتيوبر مشهور؟ قبل حين لا. قبل حنا سمعنا أن صارت عندك قناة وسميتها أكشن شو، هل هذا صحيح؟ صحيح. صحيح. سبب توقفك في هذا المجال؟ ما أدري، كنت أسوي أشياء يعني ما منها فائدة وبايخة. إنزين تقدر تتحول. مو أشياء هادفة، هذا اللي أقصد يعني. حلو. بكل صراحة أنا عادي أصير مشهور وعادي لا، لأن الشهرة إليها جانب سيء وجانب جيد. عدد لي الجانب السيء والجانب الممتاز. الشيء الجيد إني بصير يعني الناس يحبوني وما بصير عندي عداوة ويا أحد. حلو. أما إذا الجانب السيء إنه يعني بكون في كل مكان زحمة ويعني الناس يلاحقون وراي. يعني ما يمديك تطلع يا عائلتك وتكون مقيد. حلو، إجابتك الصراحة عجبتني. هل يتغلب الجانب السيء أو الجانب الجيد؟ متعادلين. الشهرة شيء مو زين وزين. شلون زين ومو زين؟ إنه مثلاً أنت قاعد سافرت لبلد وياك أهلك، مثلاً أنت قاعد تاكل تشوف واحد قاعد يصورك وأنت قاعد تاكل. ما تأخذ راحتك هي أهلك هي بيتكم. إيه. والنقطة الجيدة؟ جيدة الكل يحبك. اليوتيوب اللي زين فيه عنده ترفيه وتعليم وتستفيد منه. واليوتيوب سلاح ذو حدين، تحلم تصير مشهور في اليوتيوب؟ ايه. تبغى كم مشترك؟ مليون، مليونين، ثلاثة، أربعة، خمسة، مية مليون. تبغى مية مليون؟ إن شاء الله توصل مية مليون. إذا أنت حلمك منذ الصغر تصير يوتيوبر، عندك مشتركين مليون، 100 مليون، 10 مليون، توصل. إذا طموحك كذي واصل. شكرا على استجابة دعوة قناة كلامكم وبالأحرى برنامج جيل الآيباد. ونشكرك يا سيد محمد، وصلنا وياك يا سيد مجتبى إلى نهاية الأسئلة. ولا تنسون لايك وسبسكرايب والشير والكومنت وتفعيل جرس. تفعيل الجرس. تبيهات ليصلكم جديد هنا. سلام يا الباي. وصلنا وياك إلى نهاية الأسئلة، وإن شاء الله توصل إلى طموحك 100 مليون مشترك. وسلام كيما، مع السلامة. مع السلامة. شكرا يا يوسف، وصراحة كنت ضيف خفيف الظل. أقول للكاميرا مع السلامة. مع السلامة. شكرا يا قاسم، وصلنا وياك إلى نهاية الأسئلة. أسأل الكاميرا مع السلامة. يلا مع السلامة. مرحبا أنا ريحان، أحكي حكاية في كل مكان، أحب أن أستكشف كل جديد وأتعلم كل مفيد، فذلك يجعلني طفل سعيد. كلكم تعرفون أيها الأصدقاء بأن قنوات اليوتيوب أصبحت منتشرة بشكل كبير، منها المفيد ومنها غير المفيد. ولكن هل فكرت يوما بإنشاء قناة لليوتيوب أو تصبح يوتيوبر؟ ولكن كيف لليوتيوبر أن ينجح؟ أولا عليك أن تفكر جيدا وتضع لك هدفا عند قدومك على دخول عالم اليوتيوب، فعدم تحديد هدفك قد يعجل بإغلاق هذه القناة
أو إلغاء فكرة اليوتيوبر. ثانياً، اجعل محتوى قناتك متناسباً مع القيم الإسلامية والمنسجمة مع عاداتنا وتقاليدنا والتعاليم المعروفة، وضع لك حدوداً لا يمكن أن تتجاوزها. ثالثاً، لا تدع الشهرة هدفك الأول، بل اجعل أهدافك منصبة على إفادة من سيشاهد محتوى قناتك، ولا تنسى أن تكون القناة مناسبة لعمرك. رابعاً، لا تتأثر أو تقوم بتقليد الآخرين في اليوتيوب، وخاصة الأشخاص غير اللائقين، بل ابتكر شيئاً جديداً يعكس شخصيتك ومهاراتك وكيف توظف ذلك في خدمة الناس. خامساً وأخيراً وهو الأهم، علينا قبل التفكير بأن نصبح يوتيوبر ناجح، علينا استشارة الأهل ومن هو من يخاف على مصلحتنا قبل نشر أي مقطع في اليوتيوب. في الختام، اجعل شعارك بموهبتي أنفع أهلي وأصدقائي ووطني. إلى اللقاء. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية الحلقة، ولا تنسون اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا. مثل فيديو شلون أخفز مثل لا ترفسن أنا جنات لا تذكر هالمقطع ما حد قاله. تعودت على برنامجي الآيباد، صار في قلبي يمشي أشياء ترفيهية. ردعي قلت أشياء ما ردعي ردعي ليصلكم جديدنا. احسب ها، هذه المرة الأولى احسب.